أكدت وزارة البيئة ضرورة وضع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لقضية تغير المناخ في قلب تطوير خطط عملها، مشيرة إلى أن مصر أبدت مزيدا من الاهتمام والالتزام السياسي بملف المناخ. ولفتت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى إمكانية التعاون مع اليونسيف على المستوى الوطني، ذلك في البناء على مبادرة اتحضر للأخضر لإطلاق الحملة الإعلامية حول تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع الممثل المقيم لبرنامج اليونسيف في مصر جيرمي هوكنز لبحث التعاون الثنائي ومناقشة أولويات البرنامج لعام 2022.